بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة حضورنا الكريم، شوط جديد وسابع الأشواط خصص لي أبك الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والناموس للإخوة المشاركين في هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة، و هذه الشعارات التي تتواجد هنا في هذا الانطلاق الجميل وهذا الحضور المميز في جميع الأشواط حقيقة، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق. أذهب إلى المركز الأول مع هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد هو المضمر واللي يقوم في عناية التامة لهذا الهجن. النقلة على المركز الثاني مياس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع خلب بن مطر بن علوان، وفي المركز الثالث اللي هو شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ورابع المراكز سراب وسعيد بن عبيد الحميري أيضا، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هنا من يأتي في هذه اللحظات زعفران لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بالدبيله، وفي المركز السات اللي في المركز السات هناك الشمالي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمعه بالدبيله، وفي المركز السابع حملول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم، وثامن المراكز حملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز التاسع من يأتي شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وهناك محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز العاشر شاهين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي أبو نواس. هي النتيجة حاضرة وعنوان الناموس أيضا حاضر ومتجول ما بين هذه الأسامي المرموقة حقيقة في هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر الذي دائما يأتي بهذه الشعارات ويتألق وتتألق دائما هذه الشعارات في هذا الميدان أو في أي ميدان. نحن ننتظر على الموعد هناك مع الكيلو الأخير الذي سوف ينصف هذه الأسامي الجميلة والمميزة في هذا الانطلاق الجميل. غير هملول، غير هملول على الصدارة، سيطر على المركز الأول ما شاء الله، مسيطرا على المركز الأول بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا، وثاني المراكز مع أحمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز الثالث هناك سراب على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع الشمالي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمعه بالدبيلة، وفي المركز الخامس المركز الخامس الهوت سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع سيب مقلفان الغويس، وسادس المراكز هناك شاهين سمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي ومن لبخش البلوشي، وفي المركز السابع شاهين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي ونواس، وفي المركز الثامن من يأتي في هذه اللحظات ثامن مراكز مياس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع خلف بن مطر بن علوان، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني ما شاء الله شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع شاهين سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر زعفران بدأ يقترب لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن صبيحة. هي النتيجة أيها الإخوة، المراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، ما شاء الله السير جاري إلى خط النهاية والمسيرة تسير في هذه العروض المميزة على هذا الميدان ما شاء الله. هملول وهملول المسيطرات على أول وثاني المراكز ما شاء الله، وأحمد بن سلطان بن رشيد هو المتألق حتى هذه
اللحظات على هذا الموقع الجميل. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة حاضرة، وهذا الانطلاق الحاضر الجميل، ولكن سراب اللي تسرب ما بين الجعدان، اللي تسرب ما شاء الله ما بين الجعدان، اللي تسرب ما بين هذه الأسامي اللامعة في هذا العالم اللامع، هذا العالم الجميل الجميل. 600 متر تفصلنا عن خط النهاية، 600 متر تفصلنا عن شوط الجعدان، المحليات الأصائل. هملول غير وسيطر على المركز الأول، هملول اللي مسيطر على مقدمة الشوط، اللي صامد على مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الرحمن، لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والخطير الخطير 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 اللي يتألق في هذا الشوط حتى هذه اللحظات. هل من منافس على هذا المركز الجميل؟ هل من منافس على هذا الموقع؟ وصل زعفران، وصل زعفران، وصل زعفران. اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس مشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، صاحب اسمه مشيخ محمد بن راشد المكتوم مع زعفران. مركز الثالث الهوس مشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. سراب رابعا سمو مشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. وهملول على المركز الخامس سمو مشيخ حمدان بن راشد المكتوم. 6:20 و75 جزم الثاني. تهانينا والناموس.